عوضي يقول بعد إقرار القانون ما راح يصل إلى سعر الخدامة إلى 400 دينار، وكل النواب معنا في القانون بما فيهم النائب سعدون حماد، أتمنى إقراره ويخلصون منه. و400 دينار وايد وايد، أنا أقول وايد، أنت قلتوا 200 و270 و300 حصات 400، شوي شوي باكر تصير 600، شوي شوي سويتوها 800 بعد 160 150 200 زين معقول، بلا 400 بلا شركه بتجيب لها الاف من البشر اساس يشتغلون، تجي تقول له اعطيك بعد 400 ايش ماله؟ حتى لو 10 دنانير زين، والحكومه تسوي الدعم بعد مره واحده نخلص من هالقضيه. نشوف تقرير النائب كامل عوضي. سبعة وثلاثين أو الأربعين أو نشكرهم كلهم إلا حالوا الشركة الكويتية لاستخدام وتشغيل عمال منزلية إلى اللجنة المالية. أنتوا كلكم شفتوا الأسعار، مو من سفارة، مو أنا اللي جايبهم، السفارة مخاطبة وزارة خارجية وخلي يحطون 20 25 مع تكاليفهم مع مصاريفهم، ما أعتقد توصل للسعر ولا يصير حتى 400 دينار، 400 دينار ما توصل ان شاء الله. في بعض الجناسي راح تصير اقل بكثير وبعض الجناسي تصعد، وخلينا نشوف ان شاء الله اللي يديرون الشركه هم عاد نشد على ايدهم ونخليهم ان شاء الله يخلصون القانون ويسوون شيء قاعد ينتظر الشعب الكويتي. كل النواب معانا في هالقانون، كل النواب معانا في هذا القانون، بدامه يخدم اهل الكويت الكل فيه ان شاء الله، وراح تشوفون اي حتى النائب سعدون حماد كلهم كلهم معنا ان شاء الله. الله يحيينا، وشوف مكاتب الخدم كلها تخسر، يا الله يا كريم، يدفعون 1300 و1400 و1200 مباشر، الشركات حتى الخدامة تيبها على 10 دنانير، وهالمكاتب ثلاث أرباعهم يسكرون، هالمافيا اللي ضروا فيها أهل الكويت. والحمد لله من أكثر من سنة وأنا أقول شو شركات يا اتحاد جمعيات، وفي حل ثاني على ما تعرفون بعد إنشاء الشركات، على ما الحكومة تقرر القانون والمداولة وداخلين على رمضان والصيف واللائحة التنفيذية وإنشاء الشركة، بنقعد 3 سنين. أنا أقول لاتحاد الجمعيات نسقوا مع الجمعيات يفتحوا مكاتب لاستخدام الخدم بأسعار معقولة، هذا حل أولي للمساهمين، على ما تشتغل الشركة يصير خير ذاك الوقت. ممكن اتحاد الجمعيات، ممكن ممكن جماعة، كنا في أخبار بعد نسيناها ما حطيناها ولا شيء، ما في شيء، مفتتاح مشروع، افتتاح شيء، وزير يصرح مثلا، ماكو، حتى وزراء بطلوا يصرحون. نبي وزراء يصرحون على أساس، نبي وزراء، أتمنى من مجلس الوزراء يقول للوزراء الله يطول بعمرهم ويخليهم لنا، يجون ضيوف عبر القنوات الخاصة يتكلمون عن إنجازاتهم ونحاورهم ونفتح لهم الاتصالات مع المشاهدين ويسمعون شكاوي المشاهدين الكرام وتشوفون مشاكلهم جدا بسيطة. هذا الموجود عندنا أعزائي المشاهدين، ولأول مرة رح أشكر البلدية، شكرا يا البلدية، بس استمروا، بس اللي جاي ما رح أشكركم، في اللي جاي ما رح أشكركم. قول شلون؟